بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هاي الشاشة شدينا لها مين بورد، فلاحظنا انه اكو نوعين من السيرفيس للدخول للسيرفيس. هذا الريموت الجوكر خليناه، لا لاحظ من ندوس مينيو 2580 راح تفتح لنا هاي النافذة. هاي النافذة ما لها علاقة لا بالمرار، يعني تدخل مثلا تخليها تشتغل تلقائي او قلب الصورة، ما بيها هاي الامكانيات. هاي مثل ما قاعد تلاحظون، لاحظنا انه اكو دخول سيرفيس ثاني. هنا راح نضغط سورس نفس الرقم 2580. هنا راح هاي هنا البانل سيتنج اللي بيها، اللي بيها هاي خاصية المرار، يعني نافذة الاخ هنا لمكان ذا صورة نيجاتيف جتي. هنا راح نغير هاي التي اي مود. هنا ذا قاعد تلاحظون، فهاي حبينا نوضح لكم هاي الشاشة وشكرا.